الخناقه بدات الخناقه. قول لي يا فنان، كان في فتره انقطاع حضرتك من فتره كده، ممكن تقول لنا سرها كانت ازاي؟ بص الموضوع ده كبير وشائك وشائك شائك جدا. احنا عايزين نبذه كده لب الموضوع. احنا طبعا الفتره اللي فاتت كان الانتاج والفن بشكل عام محتكر. كان في احتكار لاحدى الشركات او شركات الانتاج اللي هم حطوها مسؤوله عن الفن. ايوه مفهوم. فهم الناس اللي كانوا ماسكين الحكايه ديت اولا ذبحونا بسكينه بارده وما سموش علينا زي ما بنقول يعني. يعني الموضوع مش من عند حضرتك يعني، لا لا هو لا. الموضوع شق تاني يعني. يا عماد انا بقول لك، انا بدعي ربنا ان انا لو ربنا عايز ياخد وديعته ابقى في شغلي. يا ربنا يديك الصحه يا رب. انا اتخلقت كده، ربنا اتخلقت مجتهد وبتحب عملك وفنان جدا. احنا بنحبك يعني، لان في عمل في احسان الترك، ما فيش اعمال ما فيش احسان الترك، سواء كنت انا بقى ممثل، سواء كنت انا ميكانيكي، سواء كنت انا دكتور في الجامعه، الى اخره يعني. طالما ان في حاجه انا بنزلها عشان اروح اشتغل وارجع، يبقى في البني ادم ده عايش. ودي نصيحه انا بوجهها لكل الشباب بتوع الجيل الجديد اللي طالع.